شايف مين افضل ثنائي في الكره العالميه بتحب تتفرج عليهم؟ كريستيانو رونالدو وجارس بيل، احسن اتنين بيفهموا بعض. وبالنسبة لبرشلونة في نيمار وميسي، وفي ريال مدريد في بيل وفي كريستيانو رونالدو. انا بحب ميسي ونيمار، بيبقوا يعني بيعرفوا ازاي يلعبوا لبعض وبيفتحوا مساحات لبعض، وحتى الاجوان اللي هم بيجيبوها مع بعض بتبقى احلى واسيست حلو، بس يعني هم ليهم كذا كذا طريقة في اللعب وغير اي حد. ميسي ونيمار بس. الكرة العالمية تياجو الكانتارا وروبرت ليفاندوفسكي. اشمعنى بقى دول بالتحديد؟ بلاس بتحس ان في كيمياء بالذات ما بين تياجو الكانترا وروبرت ليفاندوفسكي لما بيجوا يلعبوا في ماتشات البايرن. هو انا شايف ميسي وانيستا، يعني ميسي وانيستا فاهمين بعض وبيلعبوا مع بعض، وتلاقي مثلا فريق برشلونه هو اكتر نادي في العالم استحوذ على الكوره وكده.